الأفيال تنادي على بعضها مستخدمة أسماء خاصة لكل منها، حسب ما كشفت دراسة مفاجئة نشرتها مجلة نيتشر العلمية، استندت إلى مراقبة قطيعين بريين في كينيا، وبينت أن الأفيال لا تستخدم صوتاً محدداً لكل فيل فحسب، بل تتعرف إلى نداء موجه إليها وتستجيب له متجاهلة النداء الموجه إلى أفيال أخرى. إن هذه الدراسة تدعم الفكرة القائلة إن الأفيال يمكنها أن تخترع أسماء عشوائية لبعضها. الدراسة استندت إلى مجموعة تسجيلات قامت بها جمعية Save the Elephants وأخضعتها إلى برنامج تحليل، وفي النتائج تم الحصول على 469 نداء تعود ل 101 من الأفيال المنادية و 117 فيلا متلقيا للنداء. الأفيال أصبحت بعد هذه الدراسة لا تنضم فقط إلى الدلافين والببغاوات، بل إلى البشر أيضاً، كونها قادرة على تحديد أسماء عشوائية وإصدار أصوات مشابهة لصوت المتلقي.